بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا يا اسطى لو انت من عشاق بايرن ميونخ لن تخسر شيء لو عملت لايك وسبسكرايب. بايرن ميونخ بيكسب ويوصل لنقطه 58 والدنيا بالنسبه له مستريحه. الفرقه عندها مشاكل دفاعيه، الفرقه عندها مشكله في الريتم، بس كل المشاكل دي انت متعود عليها وحافظها صم زي اسمك، وعارف كمان ان الفرقه كانت بتعاني في اول الموسم وعانت في نص الموسم، بس فجاه كده لقوا ان بروسيا دورتموند عمال ينزل 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 لحد ما البايرن بقى مركز اول والدنيا رجعت بقت تمام، وشفت ان هانز فليك مدرب رائع، يبقى مش تخسر اي حاجه بقى لو شفت ان انا رائع في الثلاث اربع دقايق اللي هتشوفني فيهم. بص يا معلم، انت مقتنع تماما ان انت محظوظ علشان خاطر بتلعب قدام فرقه زي يونيون برلين، وانت راجع من توقف طويل وعارف ان يونيون برلين فرقه طيبه والموضوع بالنسبه لك هيكون سهل انك تكسب يونيون برلين. بس المشكله في يونيون برلين بقى ان هم كانوا نازلين قفللك الملعب بزياده، اللي هو بيلعب 3 4 3 وفي الحاله الدفاعيه بيلعب 5 4 1 و5 4 1 دي اهم حاجه انه يقفل الاطراف ويقفل على جنابري ويقفل على توماس مولر اللي بيحب يكون مهاجم ثاني، وطبعا يقفل على روبرت ليفندوفسكي واحد من اخطر اللعيبه في الفرقه عندك، لما يكون هو اخطر واحد في الفرقه عندك. وانت بتعتمد طبعا على الفونس ديفيز ناحيه الشمال، بتعتمد على انطلاقاته وعلى سرعته، وكمان ألابا بيضم مكانه علشان خاطر بيضم مكانه على الطرف علشان خاطر يامنه في الحاله الدفاعيه، وجوشوا كيمينتش بينزل يسد مكانه، وتياجو الكانتارا ما هوش حد عارف هو ثابت في مكانه ولا مفترض ان هو يزيد علشان خاطر يكمل الاضافه في ال 4 2 3 1 بتاعه هانز فليك، وجورتسكا اللي بيلعب صانع لعب. والدنيا بالنسبه لك مش فاهم الموضوع كان ماشي ازاي، اول ثلث ساعه رتمك مش باين هو سريع ولا بطيء، مع ان انت مفترض ان اللعيبه مشتاقه ان هي ترجع للملعب تاني، ولاقي ان انت عندك شويه مشاكل كده، اي كره بتتلعب في ظهر اللعيبه عندك بتلاقي ان هم رايحين انفراد، مع انك بتلعب يونيون برلين وشايف ان الموضوع كان سهل وايزي. بس بعد ثلث ساعه الامانه بتاعت ربنا يونيون برلين ثبت لك الماتش وادت لك المفتاح بتاعه، خد يابا الثلاث نقط بتاعتك كده، بس يعني ما فيش مشكله تعبت شويه علشان خاطر تجيب الجون اللي انت عايز تجيبه. شفت ان يونيون برلين عندها مشكله كبيره جدا في الكوره الثابته، وكل كوره ركنيه او فاول بيتلعب في ال 18 بتاعتهم المساكين بتوعهم عندهم مشاكل، وبالذات الراجل سوبتش رقم 3 ده، الراجل ده بصراحه ما انك بفاريو فممكن تروح تبص راسه لان الراجل عامل معاك احلى واجب. في الهدف الاول الراجل اتاخر ثانيتين ثلاثه، ليفندوفسكي بيخطفها منه يجيب ضربه جزاء، في الهدف الثاني الراجل تدخل وفجاه كده عمل جامب على المساك بتاعه، وفجاه لقيت ان بافارد جاي من وسطهم، فالراجل بصراحه عمل معاك احلى واجب وظبط الدنيا بالنسبه لك. الشوط الاول ما كنتش عارف توصل لان انت زي ما شايف كده كان في مشكله في نص الملعب، ونص الملعب كان في خناقه كبيره مع ان لعيبه يونيون برلين ما كانوش قادرين يرفعوا رجليهم، والاثنين ديفندرات اللي كانوا بيلعبوا هنا كان عندهم الموضوع صعب جدا، هم بيفتكوا كرة ما بيعرفوش يعملوا بيها ايه، الموضوع كان بالنسبه لهم ضايع خالص. ومع ذلك انت الشوط الاول مش عارف تعمل اي حاجه غير شويه خطوره من كرة عاليه، غير كده مفيش يعني، بقى غير الهدف اللي اتلغى لك من توماس مولر الموضوع كان بالنسبه لك صعب، وكان باين قوي ان انت عندك مشكله كبيره جدا لحد ما تقدر ان انت تجيب الهدف الاول عن طريق روبرت ليفندوفسكي، ومن غيره طبعا هيجيب لك جون في ظل كل المشاكل دي حتى كمان في ضربات الجزاء. فجبت الهدف الاول، انت قعدت استكانياست وحطيت رجل على رجل وعرفت اللي احنا هنكمل سيناريو يبقى عامل ازاي. يونيون برلين ما بيهاجمش، سايب لك الكره تماما، بيخليك تعمل اللي انت عايزه، عايز تهاجم هاجم، عايز تاخد الكره وتموت اللعبه في نص ملعبك اعمل اللي انت عايزه. كده كده زي ما قلنا ان كيميتش نازل يبقى ثالث ووسط الاثنين مساكين، وكمان زي ما قلت لك برده ان الله يبارك له تياجو الكانتارا مش عارفين دوره عامل ازاي، وبافارد ممكن يكون كان طاير شويه وبعد كده راح واقف مكانه وقال لك خلاص بقى احنا جبنا جون نكمل الاربعه، وطبعا مانويل نوير هو الوحيد اللي بيعرف يخرج لهم الكوره من تحت، مع ان مفترض انك بتلعب ألابا علشان خاطر دي واحده من الحاجات اللي هو بيعرف يعملها، علشان خاطر الراجل عنده رؤيه عاليه للكوره الطويله اللي هو بيعملها من تحت سواء لمولر او لالفونس بقى ديفيز، هو اسمه غريب بس صراحه لعيب سريع جدا، ودي ميزته اللي مخليه ممتاز جدا في بايرن، لان هو اللعيب السريع الوحيد وسط شويه لعيبه عندهم سنتين بطء وعندهم شويه مشاكل. حتى لوران جورتيسكا الراجل كان ممكن تقدر تقول ان هو كان سيء الشوط الاول، وكمان يعني مش تقدر تنكر ان جنابري واضح قوي ان هو تخين، واضح قوي ان هو مش جاهز بدنيا، ودي مش ايه. عدد الشوط الاول دخلت على الشوط الثاني برضه هو نفس الريتم، برضه هو نفس الطريقه، لحد ما المدرب بتاع يونيون برلين قال لك بس انا محتاج اعمل تغييرات، وانا هفكر ان انا استغفر الله العظيم اهاجم يعني بايرن ميونخ، وراح مغير الاثنين ديفندرات، وراح منزل اثنين ديفندرات مكانهم بصراحه ما اعرفش غير اخو توماس مولر الصغير، اخو توني كروس الصغير، يعني توماس مولر وتوني كروس ما كلها ماشيه واسطه في المانيا،
واللعيبه بتنزل وبسم الله ما شاء الله بيفتحوا دفاعيا، ومع ذلك انت عندك مشكله انك تخترقهم، وعندك مشكله كبيره في الكرات المرتده لان انت ما عندكش لعيبه سريعه. حتى كمان لما نزلت كينجسلي كومان مكان جنابري وحطيت مكانه توماس مولر يلعب مركز 10 برضه واجهت شويه مشاكل وبرضه واجهت شويه ازمات، لحد ما بعد كده ربنا بيفرجها عليك بالجون بتاع بوفارد اللي بينهي الماتش تماما ونهايه الماتش. وبعد كده في نهايه المباراه لقيت تغييره تكريميه من هانز فليك المدرب اللي انت شايله فوق دماغك لسبب ما، مجهول الله اعلم ايه هو، وبتكسب المباراه. بص بقى يا برنس، انت مش قوي ولا حاجه وانت عندك مشاكل كتير، وانت المدافعين بتوعك سكه والدنيا بالنسبه لك ضايعه في الشق الدفاعي، وعندك خط نص فيه مشاكل كتير. لو دورت على كيبا الكتره تلاقي ان هو جاب جزم بعد الدقيقه 50 ومع ذلك كمل الماتش لحد اخره. كيميتش برده دوره دفاعي بحت، ما عندكش صانع العاب يرضي ربنا. لو انت فاهم ان بورتيسكا صانع العاب او فاهم ان توماس مولر صانع العاب وكمان مقتنع ان توماس مولر هيبقى صانع العاب في الوقت اللي انت تحبه ويلعب مهاجم تاني في الوقت اللي انت تحبه وكمان تحطه ناحيه اليمين في الوقت اللي انت تحبه، فحضرتك ده مش توماس مولر اللي انت بتطلب منه الكلام ده، انت كده عايز وانت عايز تجيب سوبر مان او عايز تكون انت لعيب في البيس وتلعبه على مزاجك. بص يا اسطى، انت عندك مشاكل كتير، انت مش فرقه قويه ولا حاجه، انت مستفاد من الدوري الالماني ضعيف، وانت يعني الوحيد فيهم اللي شبه فريق متوسط في الوقت الحالي لان انت فرقه كبيره جدا في اوروبا، بس انت دلوقتي مقتنع ان انت عندك شويه مشاكل وعندك ازمات ومقتنع انك عايز صفقات. ادارتك رامي كل حاجه على ان هي عايزه تجيب لورو ثاني، وفاهم ان هي لما تجيب ثاني المشاكل كلها بتاعتك هتتحل، وفجاه كده هتلاقي ان خط الدفاع بتاعك اللي مش قادر يمشي ومش قادر يشيل نفسه هيشيل نفسه، او كمان فاهمين ان زولي اول ما يرجع خط الدفاع ده يبقى خط دفاع فشيخ. المشكله في بايرن ميونخ ان في حاجات كتير قوي الاداره عاملاها في الفرقه مضيعه الدنيا. اولي هونيس لما قرر ان هو يعتزل العمل الرياضي الناس كتير قوي قعدت تقول ان هو بيهرب من بايرن ميونخ الحالي، بايرن ميونخ اللي عايز ترتيب اوراق، بايرن ميونخ اللي فيه مشاكل كتير قوي في غرف الملابس، بايرن ميونخ اللي لعيبه بتتخانق مع بعض بمعدل مرتين ثلاثه في كل تمرينه والدنيا بالنسبه لهم ضايعه تماما. فاولي هونيس ساب كل ده لرومان جي، ورومان جي زي ما انت شايف ان هو عايز يجيب لورو ثاني، وفاهم ان لورو ثاني هو اللي هيظبط الدنيا. انت من الاخر عندك مشاكل كتير قوي في الاداره، وعندك مشكله كبيره قوي في المدرب هانز فليك اللي انت مش عارف حبه ليه، وكمان عندك مشكله في طريقه لعبك وعندك ازمات كتيره، بس مع ذلك انت مركز اول في الدوري وهتخلص الدوري مركز اول وما تعرفش ليه. يعني الكره في المانيا بتديك حاجات كتيره بس بتخليك تاخد على دماغك في اوروبا ان انت بتكون فاهم ان انا طب ما انا فرقه قويه وممكن اخد دوري ابطال، بعد كده تاخد على دماغك وتكتشف حياه واحده بس على ان انت دوري محلي بس. عارف ان كلامي مزعج ليك وعارف انك هتقعد تشتم، بس ايه دي الحقيقه يا صديقي وده مستوى فريقك الحالي. شكرا بس على كملت الفيديو معايا لاخره، ربنا يكون في عونك على انت بتشوفه من بايرن ميونخ. وافتكر حاجه، انا برضه بحب بايرن ميونخ زيك بس انا ما بتحبش نفسي.